هوية بريس نحو إعلام هادف. طبعا السياق الثاني هو السياق ديال يعني ما يعيشه المغرب. اليوم دخلنا السنة الثالثة من عمل الحكومة، واليوم صحيح بين ما يعني ما يعرفه الوضع العام وهاد المتابعات القضائية صحيح اللي مست السياسيين بالدرجة الأولى، ولكن كتبين بأنه تمنية شتنبير للأسف الشديد يعني جمع لها من كل شيء لكي تواجه العدالة والتنمية، ومنها هذه المسألة ديال الفساد. مسألة الفساد اليوم للأسف الشديد اليوم كنتأسفوا بأنها مست هياكل الدولة، لأنه الناس اللي هم متابعين الآن ماشي ناس بسطاء في لا في أحزابهم ولا في أعمالهم ولا في مستوياتهم الاجتماعية، وبالتالي هذا بالفعل قلناه في 2009 وكررناه في 2012 وكررناه في 2011 وكررناه في 2016 بأنه اليوم كنشوفوا جهة معينة بالفعل لا في 2009 ولا في 2005 يعني في 2011 ولا في 2015 ولا في 2016 حين كانت تدافع عن تقنين القنب الهندي. احنا كنا الامر بسيط زعما ربما يتعلق بالتقنين الى غير ذلك، وكان الدفاع وكان عدد من القادات للاسف الشديد ديال واحد الحزب كيخرجوا لكي يدافعوا على هذا الامر. اليوم بان بانه اليوم هذه المتابعات اليوم التي تتعلق بشي مسألة بسيطة جدا بالتجار يعني في المخدرات وبال يعني وبالتجار يعني في يعني التجار الدولي فهذا فساد ليس بسيطا، ولكن نأسف أنه مس يعني هياكل ديال الدولة. هذه ماشي مسألة بسيطة، ماشي برلمانيين فقط، ماشي برلمانيين، مسؤولين في أحزاب وفي حزب معين. فلذلك نتمنى انه اليوم ما يمكننا نتهم حتى شي واحد. كاين القضاء صحيح، كاين قرينه البراءه اللي هو حق دستوري، ولكن مع ذلك احنا كنتكلموا في اطار المتابعات. هذا الشيء خطير 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 جدا على بلدنا، ونتمنى ان ياخذ الامر مجراه وان يحق الحق. هوية بريس نحو اعلام هادف.